ما أن تطأ قدماك هذا الممر ذا الحوانيت الصغيرة المتلاصقة تجد شلالات وبوابات القناطر حتى تتمتع عيناك بمياه نهر النيل وهي تخرج من تلك البوابات الصغيرة، فاكتسب المكان طابعا تاريخيا محلى بآثار محمد علي باشا، إلا أنه تطور معماره كثيرا مؤخرا. تستقبل القناطر الخيرية سنوياً حوالي 5 ملايين زائر بين مصري وعربي وأجنبي، وبسبب التطوير المستمر لها منذ عهد محمد علي باشا وحتى الآن، فإنها أصبحت منطقة سياحية من الطراز الفريد.